يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل شرك الإرادات والنيات منه ما يخرج من الملة؟ نعم، إذا لم يكن معه إيمان هو مخرج من الملة، كرياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء إذا كان معه إيمان فإنه لا يخرج من الملة، لكنه شرك وينقص الإيمان والتوحيد. أما إذا كان ليس معه إيمان أصلا فهو النفاق الاعتقادي، والعياذ بالله، صاحبه ليس من المسلمين، ومنهم في الظاهر لكن ليس منهم في الباطن. نعم.